طاب يومكم. معركة قناة الجديد مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خاضتها الجديد اليوم في لاهاي نيابة عن الإعلام اللبناني وجها لوجه مع المحكمة التي هي الخصم والحكم. فريق الجديد المتهم بتحقير المحكمة وبعرقلة سير العدالة تمثل في جلسة الاستجواب بنائبة رئيس مجلس إدارة المحطة كرم خياط وبمديرها العام ديمتري خضر والمحاميين كريم خان ومايا حبلي. بعد تلاوة القرار الاتهامي وتوجيه التهم رسميا إلى تلفزيون الجديد وشركة الجديد للمرة الأولى من قبل الادعاء، استمع القاضي نيكولا لوتيري إلى خضر بعد قبوله بتمثيل الكيانين أي المحطة والشركة أمام المحكمة لحسم الجدل الذي أثير حول اتهام نيو تي في كشركة معنوية. فقال المدير العام متوجها إلى القاضي: الجديد ليس مذنبا. أما زميلة كرمة خياط فقالت لدى استجوابها: جئت إلى هنا إلى مقركم في لاهاي ولم أخاطبكم عن بعد لأن من معه حق لا يخشى شيئا. وأضافت: محاكمتي اليوم فقط لأننا حافظنا على سر خرج من عندكم وشاع، ولأن دولتي وبدل أن تسائلني تحت القضاء اللبناني وهي معتادة لأن تحكم من الخارج، تخلت عن سيادتها مرة جديدة واستبدلت الوصاية السورية بالفصل السابع. جلسة الاستجواب الأولى التي استمرت نحو ساعة ونصف رفعها القاضي لوتيري على أن يتم تمديد المهلة الزمنية لتقديم الدفوع القانونية حتى 16 من حزيران المقبل. أما المتهم الثاني الزميل إبراهيم الأمين الذي امتنع عن المثول أمام المحكمة إلى حين توفير سلسلة إجراءات كان قد طلبها، فتابع وقائع استجواب الجديد من نقابة الصحافة اللبنانية التي احتضنت لقاء تضامنيا مع الإعلام تزامنا مع جلسة لاهاي. وإلى لاهاي ننتقل الآن مباشرة مع الزميلة نوال بري التي تابعت مجريات المحاكمة اليوم. نوال، كيف هي الأجواء بعد ساعتين تقريبا على انتهاء الجلسة الأولى وما ردود الفعل ضمن فريق الجديد فريق هذا البيت؟ نعم، يعني إذا أردنا اختصار هذا اليوم كريستين، ما جرى صباحا هو أن الجلسة يعني بدأت جلسة الاستماع الأولى وكانت لإعلان الاتهام رسميا لقناة الجديد بممثلها ديمتري خضر الذي طبعا بطبيعة الحال أكد بأن القناة غير مذنبة، ومن ثم كان هناك تركيز من محامي الدفاع وهو كريم خان محامي دفاع قناة الجديد على أن على المحكمة أو على الادعاء خاصة تحديد ما إذا كان الاتهام على قناة الجديد أو نيو تي في، خاصة أن الادعاء وبحسب خان قام بلغط هنا إذ أنه اتهم نيو تي في ولم يتهم قناة الجديد، وقناة الجديد هي التي قامت يعني بعرض هذه التقارير، وهناك فرق يعني ما بين قناة الجديد ونيو تي في. هذا الأمر وضعه خان قيد يعني المحكمة وطلب إيضاح بالنسبة لهذا الموضوع على أن تتم أو تستكمل المحاكمات بعد توضيح هذا الموضوع. هذا أولا. ثانيا، يعني جلسة الجديد، إذن الاستماع إلى الجديد أو إعلان اتهام الجديد رسميا اختصرت بأن قناة الجديد أكدت براءتها بالنسبة لهذا الموضوع، ليكون هناك جلسة ثانية كانت عند الساعة 10:30 صباحا بتوقيت لاهاي، وكان هناك كلمة لكرمة خياط طبعا نائبة مدير عام قناة الجديد التي أكدت بكلمة يعني واثقة بما نعم قالته. وكان وقتها كبيرا هنا في لبنان أيضا نوال، وليس جميع الصحفيين الأحرار، وقالت بأنها اليوم جاءت لأنها على حق ومن هو على حق لا يخاف، وهي أتت إلى هنا لكي لا تكون ممرا لكي لا تكون ممرا أمام المحكمة وغيرها، لكي تكون الصحافة لربما مكسر عصا لهذه المحكمة. كلام الخياط كان له تأثير كبير إن كان على الحاضرين هنا طبعا من إعلام لبناني وعلى الجمهور اللبناني والرأي العام اللبناني، لأنها بالفعل يعني اتخذت يعني قامت بمواجهة المحكمة في عقر دارها وقالت لهم أننا
أنكم تتهموننا بالخطأ الذي أنتم قمتم به وعليكم أن تتحملوا مسؤولية هذا الخطأ. أما بالنسبة لخان يعني كان ركز على أمر آخر أيضا وقال فيها أن هذه المحكمة يعني تشهد سابقة هنا بمحاكمة شركة، إذ أن المحاكم الدولية لم تقم بتاريخها يعني بمحاكمة أي شركة معنوية أو متهم معنوي، وهذا ما حدث اليوم باتهام قناة الجديد بتحقير المحكمة الدولية. أما بالنسبة يعني وعندها يعني انتهت هذه الجلسة، انتهت الجلستين بأن المحكمة سوف تقوم بالسادس عشر من حزيران بالاستماع إلى الدفوع الشكلي على أن تكون في 30 من حزيران على أن تقوم بالإجابة عن هذه الدفوع، ولكن لم تحدد جلسة أخرى جديدة طبعا لاستكمال هذه المحاكمة. أما بالنسبة لمحاكمة الزميل إبراهيم الأمين وجريدة الأخبار وهي متوقعة أن تبدأ عند الساعة 2:30 عصرا بتوقيت لاهاي، فكما أصبح معلوما فإن جريدة الأخبار وإبراهيم الأمين طلبوا تأجيل هذه المحاكمة في انتظار اتخاذ كافة الإجراءات التقنية اللازمة والتي لم تتخذها بعد جريدة الأخبار، ومنها توكيل محام وهي يعني أبسط الأمور. وبالتالي المحكمة سوف تقرر اليوم عند الساعة 2:30 يعني الإجراءات المتخذة بالنسبة لهذا الموضوع، ما إذا كانت ستؤجل المحاكمة أو ربما تعيين محام من قبلها لإبراهيم الأمين. قناة الجديد وفريق الجديد خرج كما دخل واثقا من براءته، واثقا بأن المحكمة ما تقوم به هو إساءة للإعلام وللصحافة الحرة، وهم خرجوا أيضا كما دخلوا على الاستعداد للمحاربة للوصول إلى الحق، يعني وهو الحق لقناة الجديد بأنها ليست متهمة وإنما يجري في داخل المحكمة هو إساءة لجميع الصحافة. طبعا كريستين سوف نكون معكم بعد قليل يعني لمواكبة ما سيجري بالنسبة لجريدة الأخبار، ولكن بالنسبة لقناة الجديد فاليوم يعني اختتمت جميع الجلسات. نعم، وأيضا بالنسبة لقناة الجديد سوف نستمع إلى أبرز ما جاء خلال الجلسة الأولى اليوم من تصريحات وكلمات داخل المحكمة. يعني لحتى ما نضحك على العالم وما نبسط الأمور هالقد، أنا بتمنى هلأ يبحثوا من وراء الحقيقة ليكس، يبحثوا بالتفاصيل داخل الحقيقة ليكس وبالمحققين اللي كانوا من ضمن فريق لجنة التحقيق الدولية، وبمن وراء محمد زهير الصديق اللي ظهر كمان بالحقيقة ليكس مع فريق لجنة التحقيق. كرمة خذلتكم الدولة اللبنانية اليوم بخطابك، قلت انه بمعنى انه خذلتكم الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية قلنا نحن انه هي معودة على الوصاية، يعني انا بدي ما بقدر الا انه واخذ طرف ما بيعرف يحكم. فالدولة اللبنانية طبعا اكيد ماذا اللي بيحصل اليوم هو تعدي واضح على السلطة، على صلاحيات وسيادة الدولة اللبنانية حكما. يعني ما هي قضية سياسية برأيك، ولماذا الجديد أو الأخبار معك؟ هلا هو بس شغلة بسيطة، وبعتقد يعني محامي يعني أول سؤال سألوا محامينا وهو لا بيعرف بالسياسة الداخلية اللبنانية ولا بيعرف بالسياسة بالمنطقة ولا بيعرف بالتفاصيل هيدا، ليه تأخروا هالقد لأصدروا القرار وليه تأخروا لهالقد أخذوا قرار يبحثوا أو يحققوا بالموضوع؟ ليش نحن عرضنا وبعد ما عرضنا بثمان أشهر أو سنة أو أكثر حتى بدأ تعين الصديق المحكمة وبدأ بمحاكمته؟ طب هو أسئلة يعني ما ممكن، إذا فعلا نحن ضارين بسير العدالة وإذا فعلا نحن قايمين بخطأ يا لطيف يعني مثل ما عم بيوصفوه إنه الشهود يعني بعد شوي ما عم بيقدروا يوقفوا على إجريهم، إذا ليش تأخروا هالقد؟ كان لازم بنفس اللحظة يجوا يعني يقوموا بالإجراءات. Your Honor, الجديد is not guilty. Not guilty. غير مذنبة. جئت إلى هنا إلى مقركم في لاهاي ولم أخاطبكم عن بعد، لأن من معه حق لا يخشى شيئا. أنا هنا اليوم أمامكم لأواجهكم لأواجه تهما تمس مبادئ ومعتقداتي الشخصية وتمس مبادئ الصحافة العالمية. فالبحث عن الحقيقة وتقصي المعلومات حق مقدس للصحافة بحسب جميع المواثيق الدولية التي تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان. جئت إلى المحكمة
كي لا أكون ممرا لسلب حرية الصحافة تحت شعار العدالة. فتهمتنا الوحيدة هي أننا التزمنا أعلى المعايير المهنية حين أضأنا على أخطاء سير عمل هذه المحكمة، وكلها من أجل حسن سير العدالة. فمن حق الشعب اللبناني بشكل عام وأهالي الشهداء بشكل خاص محاكمة لا تشوبها أي عيوب. وكي لا أكون عبرة لتخويف الصحافة ولمنعها من مراقبة سير عمل هذه المحكمة، ولن أكون مخرجا لأخطاء عمل فريق الادعاء، جئت إلى محكمتكم لأدافع عن حقوقي بقوانينكم. فمحاكمتي اليوم فقط لأننا حفظنا على سر خرج من عندكم وشاع، ولأن دولتي وبدل أن تسائلني تحت القضاء اللبناني، وبدل أن تحاكمني إذا كنت على خطأ وأنا لست على خطأ، ولكن للأسف دولتي معتادة لأن تحكم من الخارج، فتخلت عن سيادتها مرة جديدة واستبدلت الوصاية السورية بالفصل السابع. للمرة الأولى في تاريخنا القانوني لدينا اتهام موجه إلى شخص معنوي وليس إلى شخص حقيقي أو طبيعي، ونحن بالتأكيد سندفع بعدم اختصاص المحكمة في هذا المجال. حضرة القاضي، نعرف أنكم أمرتم الادعاء بالانتهاء من الكشف بحلول 30 من شهر أيار مايو 2014 بموجب المادة 90، ولكن حتى الساعة لم نحصل على أي شيء من الادعاء. ونظرا إذا يصحح يقول السيد خان، أتحدث عن المادة 110، حتى الساعة لم نحصل على أي وثيقة. إنها قضية جديدة من نوعها، فريدة من نوعها، ومن المهم لنا كفريق دفاع أن نقوم بالأبحاث اللازمة لكي نقدم أفضل دفاع. وبالتالي نلتمس من غرفتكم الكريمة توسيع المهلة الزمنية لما بعد 30 من أيار مايو 2014. قبل أن نقدم هذا الطلب، هناك مسائل قانونية، مسائل تتعلق بالاختصاص، ولذلك نحن بحاجة لوقت لتحليل المعلومات التي سيكشفها لنا الادعاء. وبالتالي حضرة القاضي، نحن نعتبر أن فترة أسبوعين إنما هي قصيرة جدا بالنسبة إلينا كفريق دفاع لكي نطلع على المعلومات، ونظرا إلى الدفع الأول بعدم الاختصاص الذي ننوي أن نتقدم به، بالتالي أنا ألتمس منكم توسيع المهلة الزمنية. يمكننا أن نعطيكم مزيدا من الأسباب المبررة لذلك، ولكن هذا هو باختصار طلبنا. بالنسبة إلينا فترة 60 يوم هي فترة ملائمة بدءا من هذا اليوم قبل أن نقدم دفعا أوليا بعدم الاختصاص. القاضي لتياري. شكرا حضرة القاضي. نحن مستعدون للكشف بموجب المادة 110 ألف الفقرة الفرعية 1، ما أن تتوفر لنا بعض المعايير أو المتطلبات التقنية. إذن هناك بعض الشروط التقنية التي ننتظرها، ما أن تتوفر يمكننا أن نكشف عن هذه المواد على الفور. أما بالنسبة إلى المسألة الثانية، نحن مستعدون إذن للكشف بحلول تاريخ 30 ماي. أما بالنسبة إلى طلب السيد خان، نحن نضع القرار بتصرف الغرفة الكريمة. نحن
نمدد المهلة الزمنية حتى 16 من حزيران يونيو والأجوبة بحلول 30 من حزيران يونيو 2014. أما بالنسبة إلى التوضيح الذي التمسه السيد خان، هذا مجرد طلب توضيح، ولربما سيتقدم بطلب خطي لاحقا حتى يقدم صديق المحكمة ضمن فترة 7 أيام توضيح حول الشركة التي وجهت التهمة إليها، وهذا مجرد توضيح كما قال السيد خان. فيما يتعلق بالنسخ المطبوعة يجب أن نستشير قلم المحكمة، وبالتالي سوف أقوم بإصدار قرار في الوقت الملائم بعد التشاور مع قلم المحكمة. وإني أطلب من الفريقين تقديم مذكرات فيما يتعلق بالمهل الزمنية حول كيفية المضي قدماً وحول كيفية إجراء المحاكمة وسير المحاكمة. نطلب من صديق المحكمة القيام بهذه المذكرات بتاريخ 20 من أيار مايو. تزامناً مع انعقاد جلسة استجواب قناة الجديد في لاهاي، انعقد لقاء تضامني مع الجديد والأخبار في نقابة الصحافة في بيروت بمشاركة حشد من الإعلاميين والصحفيين وشخصيات سياسية وحزبية واجتماعية وفنية. أجواء هذا اللقاء في ملخص مع الزميلة نانسي السبع التي تابعت هذا اليوم التضامني الطويل. نانسي، كيف هي الأجواء الآن في نقابة الصحافة وما كان حجم التضامن بتقديرك وأنت التي كنت حاضرة في نقابة الصحافة طوال هذا اليوم؟ نعم كريستين، يعني حجم التضامن يمكن القول بأنه فعلا كان كبير من قبل تحديدا الجسم الإعلامي وحتى الحقوقي وعدد من السياسيين الذين تداعوا إلى هنا إلى نقابة الصحافة، حيث تابعوا مباشرة النقل المباشر لمحاكمة استجواب الجديد والزميلة كرمة خياط، وأيضا كانت لهم مواقف لافتة حول الموقف الرافض لقيام المحكمة الدولية باستدعاء إعلاميين وبوصول الإعلام اللبناني أمام المحكمة الدولية. أبرز المواقف مثلا كانت لرئيس المجلس الوطني للإعلام الذي قال بأن في لبنان قانون يختص بمحاسبة الإعلاميين وليس محاكمة وسجن وتوقيف الإعلاميين، وتوقف عند هذا الأمر قائلا نحن ننتظر ما سيصدر عند المحكمة الدولية ولنا رأي في هذا الموضوع، وسوف قد لا نتجاوب مع أي من الإجراءات التي قد تصل إلى عقوبة سجن إعلاميين. أيضا عدد كبير من الإعلاميين وصلوا إلى هنا واعتبروا أن مجرد وقوف قناة الجديد اليوم أمام المحكمة الدولية في لاهاي وأيضا مجرد وقوف الزميلة كرمة خياط هناك فإن في ذلك وقفة عز أمام القضاء الدولي للقول بأن الإعلام اللبناني ليس مكسر عصا، وإن كانت السلطات اللبنانية قد تخلت عن دفاع عن هذا الإعلام. كان هنالك أيضا توقف عند غياب لافت ومستمر ودائم منذ لحظة صدور القرار الاتهامي لوزير الإعلام رمزي جريج الذي لم يحضر بطبيعة الحال، وأيضا لم يصدر أي بيان في موقف البعض اعتبره شائنا من قبله ومن قبل وزارة مفترض أن تكون مختصة بأقله بالدفاع عن الإعلاميين إذا لم نقل بالوقوف إلى جانبهم في هكذا محنة. أيضا عدد من المؤسسات الإعلامية أو معظم المؤسسات الإعلامية تمثلت في هذا الحضور، عدد من السياسيين وإن كان موقف 14 من أذار لم يكن ممثلا اليوم، إلا أن بعض أصوات في 14 من أذار خرقت هذا الموقف وحضرت إلى هنا إلى نقابة الصحافة متضامنة مع الجديد والأخبار، الأخبار التي حضر المستدعى الزميل إبراهيم الأمين الذي حضر إلى هنا إلى نقابة الصحافة وتابع أيضا الجلسات الاستجواب، ولكنه جدد موقفه بأنه لم يمثل أمام المحكمة الدولية وبأن الجلسة المخصصة عند 3:30 اليوم لمحاكمة إبراهيم الأمين أو لاستجواب إبراهيم الأمين ستكون من دون وجوده وحتى من دون وجود محامي ممثل عنه. أبرز المواقف والتصريحات المتضامنة والمنددة باستجواب وباستدعاء المحكمة الدولية لإعلاميين ولوسائل إعلامية سوف نستمع إليها كريستين في هذا الشريط.
أنا برأيي العلاج الوحيد فقط هو نزع الشرعية عن هذه المحكمة والتأكيد على أنها لم تصدر بآليات دستورية ولم تحترم القوانين، وخلاف ذلك هو نوع من الدخول في نفس السياق التي تريده. يعني أنا طلبت من المحكمة سلسلة إجراءات، إذا ما سويتها ما راح أنفذ. هذا شيء بسيط وواضح. هي بتعتبر أنه يمكن أنا إلي حق أو ما إلي حق، هذا أمر بده يبت فيه القاضي، لكن الالتزام بالآلية التي وضعت هيك عنوة أنا ما راح ألتزم فيها. يعني هنا أحتاج إلى ضمانات كاملة، ليس لي شخصيا، لاحترام حقوق الدفاع. إذا لم تنجز هذه الضمانات بالصورة المطلوبة ليس من داعي للمثول. لا أرى من وجهة نظري أوكي يفعل ذلك. بس وقفك اللواء أشرف ريفي بعد المحاكم الغيبية؟ ما بعت أشرف ريفي، أولا عنده صلاحية، ثانيا مش شغلته، ثالثا بعتد يهتم بشي تاني أحسن. يعني يهتم بأمور، يهتم يرد أهل طرابلس على بيوتهم، يهتم يدل على المخازن الأسلحة اللي هو مولها، يهتم يروح يعتذر من الناس من الضحايا اللي تضرروا بطرابلس بفعل سياساته، يهتم بالمثول أمام القضاء بتهم موجهة إليه بمخالفة القوانين، بعدين يحكي بالعدالة. نحن موقفنا السياسي واضح اتجاه المحكمة، لا نقر بإجراءاتها ولا نعترف بشرعيتها ولا نرى لها أي موجب دستوري أو قانوني، وهذا منطلق من طريقة تشكيل المحكمة التي جاءت من خارج النص الدستوري ومن خارج أطرنا القانونية، وبالتالي هي كيان سياسي دولي يعتدي على كياننا السياسي وهو الدولي اللبناني. بالحقيقة ربما نحن أمام مشهدين اليوم. المشهد الأول يظهر السيادة اللبنانية منقوصة، يظهر البلد معتدى عليه، يظهر أن هناك من يريد ترهيب الحرية اللبنانية المتمثلة بحرية الإعلام، وهناك مشهد آخر هو مشهد انتفاضة الصوت والصورة والكلمة. نحن هنا للتضامن مع الزملاء في الجديد والأخبار للتأكيد على حرية الصحافة في لبنان، إحدى أهم الثوابت الديمقراطية في هذا البلد، ونحن حريصين على الدفاع عن حرية الصحافة، عن حرية الإعلام، عن حرية التعبير في هذه المرحلة. ولكن بنفس القدر نحن أيضا حريصون على عدم تسييس أعمال المحكمة الدولية وإدخالها في متاهات وزواريب السياسة المحلية اللبنانية، حرصا على الحقيقة وحرصا على أجواء التضامن الوطني لكشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. تمثيلية كبيرة على الشعب اللبناني. نحن مش مقتنعين، أنا شخصيا ماني مقتنع بالمحكمة بالدور اللي عم تلعبه. بالطبع في انتهاك لسيادة القانون بلبنان من قبل المحكمة الدولية. أساس المحكمة الدولية هي دي أساس سياسي، والمحاكمة الآن لتلفزيون جديد محاكمة سياسية. بالواقع أنا اليوم شعرت لنفسي أني بنتمي لبلد غير مستقل تحت الانتداب. رجعت أتذكر كلام بيي عن الانتداب الفرنسي وكلام جدي عن الانتداب العثماني. فبالواقع أنا شعرت اليوم أنه منقوص من حريتي، من سيادتي كلبناني، وحسيت أنه سيادة لبنان من هي سيادة قائمة. أولا أقول أنه في عمل خياني أصلي بتسليم هذه الصلاحيات للمحكمة من البداية، من والحكومة اللي أعطت هذه الصلاحيات كانت حكومة بالواقع غير دستورية، وبالتالي عمل المحكمة كله برأيي هو عمل غير دستوري. واجب مجلس الوزراء اليوم أنه يوضع حد لهذا التعسف اللي يطال الإعلام بلبنان. أخطر شيء صار هو هالانتهاك الفظ لسيادة لبنان وللدستور اللبناني، بل وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان يلي بيلزم كل دول العالم إنها تحترمه. مساء بأنه بس المحكمة الدولية لا تحترم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يلي بيأكد على حرية الإعلام، حرية
أخذ المعلومات، حرية إيصال المعلومة للرأي العام. ومن نقابة الصحافة ننتقل إلى جريدة الأخبار مع الزميل رامز القاضي للاطلاع على أجواء الصحيفة وقراءتها لما جرى اليوم في لاهي. رامز، كيف هي الأجواء في صحيفة الأخبار قبيل الجلسة التي كانت مفترض أن تعقد لمساءلة الصحفي الزميل إبراهيم الأمين؟ نعم كريستين، يعني في جريدة الأخبار من المنتظر أن بعد حوالي ساعة من الآن أن تكون الجلسة الثانية المخصصة للاستماع إلى ممثلي عن جريدة الأخبار وتحديدا إبراهيم الأمين رئيس مجلس إدارة الأخبار، ولكن يعني إملاء تفاصيل هذا الاستماع نظرا إلى أن الأخبار قررت عدم المثول أمام المحكمة، فيما الجديد يعني مثلت في جلسة الصباحية. أجواء جريدة الأخبار هنا يعني كان هناك يعني بداية الصحفيين الزملاء كانوا في نقابة الصحافة وتضامنوا يعني مع أنفسهم ومع قناة الجديد في النقابة. الآن هناك يعني ترقب لهذه الجلسة التي من المنتظر أن لا تكون يعني سوى لدقائق، لأن كما سبق وأسلفت أن إبراهيم الأمين الزميل إبراهيم الأمين لم يحضر هذه الجلسة. اليوم السؤال البديهي، لماذا لم تحضر هذه الجلسة فيما الجديد قررت الحضور وهناك كان تلازم بهذه القضية؟ يعني هو صحيح في تلازم، لكن الإشكالية هي العلاقة بالأخير في حالتين قانونيتين وفي استراتيجيتين دفاعيتين. خلينا نقول الجديد وجدوا أنه هاي استراتيجية الأفضل، أنه يوكلوا محامي ويروحوا يواجهوا نالبلا هاي، لكن هذا لا يعني أنه الجديد أعطى شرعية لهذه المحاكمة. وقد يكون وجودهم بلهاي أمر مفيد جدا، خصوصا لأجل أن تشعر هيئة المحكمة عموما والقاضي المعني بهذه القضية بأنه هن عم بيواجهوا مسألة تتعلق بحرية التعبير أكثر ما بيناقشوا جرم أو جنحة أو وما إلى ذلك. نحن بالنسبة لنا الموضوع بنفس السياق، لكن الاستراتيجية بتقوم على فكرة أنه لا شرعية هذه المحكمة وعدم دستوريتها وعدم صلاحيتها وعدم اختصاصها في النظر في هذا الأمر، كل ذلك إضافة إلى تاريخ المحكمة بيجعل الشكوك عندنا عالية في قدرتها على توفير عدالة كاملة. لذلك طلبنا وقت لأجل إنجاز ترتيبات تخص عملية الدفاع، وطلبنا واضح في أننا نحتاج إلى وقت لأجل أن نضمن كل عناصر الدفاع التي نريدها، وهذه العناصر هي تتطلب إجراءات من جانب المحكمة نفسها. يعني بفهم أنه رح يصير في تواصل أنتم ممثل الدفاع عنكم مع المحكمة للطلب الأمور، يعني هاي الأمور الإجرائية اللي عم تحدث عنها ربما مثول من لبنان. نحن بانتظار قرار القاضي الآن، في حال قرار القاضي تأجيل الجلسة وهذا ما نأمله، سوف نقوم بمراسلات إضافية مع القاضي نفسه، لأنه هو الشخص المعني، هو الشخص المكلف من هذه المؤسسة التي تدعى المحكمة بإدارة هذا الملف، لأجل توفير هذه الضمانات. إذا توفرت هذه الضمانات وكامل الإجراءات اللي نعتبرها حقنا المشروع وقدرنا خلال الوقت اللي قد يعطينا إياه ننجز كل هذه الترتيبات، نأخذ على أثرها القرار. لكن من الآن عن الترتيبات بس تصير المحاكمة هو كيف يعني؟ لا، في ترتيبات. أولا نحن النقاش مش بأصل الدعوة، هل هذه المحكمة مش بالشكل، لا هن بيعتبروها بالشكل شرعية المحكمة ويعني أنا مثلا بتقلي إذا سألني القاضي أنت مذنب أو غير مذنب ما بجاوبه أنا مذنب أو غير مذنب، لأنه أنا القرار نفسه مش معترف فيه. فبالتالي يعمل الإشكالية حول مجموعة من الإجراءات، إذا كانت هذه الإجراءات ممنوعة، يعني إذا كان لا يحق لي القول ذلك والتصرف بكذا وكذا وكذا، فبلا بروح من أصله. البعض بدي أسألك سؤال ربما أخير بفحوى هاي القضية من أساسها، هل شعرت أنه أنت بعد هيدا المسألة بغض النظر عن المحكمة الدولية أنه أنت أو إبراهيم الأمين أو جريدة الأخبار أساءت لهدول الشهود بمكان معين، يعني لنشر أسمائهم بعيدا عن المحكمة؟ يعني نهائيا بالعكس أصلا الشهود، دعني أقول شيء وهذا الأمر يفهم القاضي نفسه، الشهود ليسوا قديسين. تجربة هذه المحكمة تحديدا وهذه القضية مع الشهود تجربة مريرة، الشهود يحتاج أن يعرفوا أن عليهم أن يكونوا شفافين، لأنه حصلت أخطاء كبيرة من قبل أشخاص استسهلوا الإدلاء بإفادات مزورة واستسهلوا عملية قبول الرشوة
وأدت شهادة إفاداتهم إلى ارتكاب جرائم. يمكن هؤلاء الشهود هامشيين يعني مش أساسيين. بمعزل عن هامشيين أو غير هامشيين، شهود شهود بالأخير. هلأ إذا البعض بيعتبر هذا الكلام أو هذا التصرف هو تهديد لهم، أنا بعتقد المحكمة اليوم عم توفر حمايات لعدد من الشهود وعم تدفع لهم مصاري، وأصلاً امبارح المحكمة نفسها اللي عم تتابع قضية اغتيال الحريري أصدرت قرار منعت الدفاع من مساءلة الادعاء العام إذا عم يصرف مصاري على الشهود أو لا. أنا بعتقد لا، وبقول أكثر من ذلك إنه واجبنا كصحفيين نستمر بملاحقة المحكمة بالكشف والتقصي عن كل ما تقوم به ونشره مهما كانت العقوبات اللي عم بفكروا فيها. رح تستمع للجلسة على 3:30. أوكي شكرا. شكرا. إذا كريستين، يعني كانت هذه هي أجواء جريدة الأخبار كما عبر عنها الزميل إبراهيم الأمين. شكرا كريستين. رامز، وأحييكم من جديد في قصر بعبدة. رئيس الجمهورية يلتقي الرئيس أمين الجميل ويعقد سلسلة لقاءات أمنية وقضائية. التطورات السياسية والرئاسية الراهنة عشية الدعوة إلى الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية عرضها رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في القصر الرئاسي مع الرئيس أمين الجميل. وفي حضور وزير العدل أشرف ريفي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، أقسم عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي أنتوني عيسى الخوري أمام رئيس الجمهورية اليمين القانونية. واستقبل سليمان كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغة عويدات، رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، ورئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود. واطلع من كل منهم على سير عمل الإدارة التي يرئسها ومسار الملفات التي يتابعها، وزودهم التوجيهات اللازمة لتفعيل الأداء في المرحلة المقبلة وبشكل خاص اعتبارا من 25 أيار الجاري، والتشديد على مكافحة الفساد والمفسدين في الوزارات والإدارات وإحالتهم إلى القضاء المختص. واطلع رئيس الجمهورية من وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي على عمل الوزارة في هذه الفترة، وتناول مع النائب زياد القادري الأوضاع النيابية قبل الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس. وبحث الرئيس سليمان مع الوزير السابق جوزيف الهاشم في الشأن السياسي العام على الساحة الداخلية في المرحلة الحاضرة. الغضب الساطع آت مع هيئة التنسيق غدا والبروفا اليوم أمام وزارة الإعلام. لليوم الثاني على التوالي حشدت هيئة التنسيق النقابية أمام الوزارات والمؤسسات العامة تحضيرا ليوم الغضب الكبير. يوم الغضب الذي يتزامن غدا مع الجلسة التشريعية يأتي ردا على مشروع تشويه سلسلة الرتب والرواتب. في اليوم الثاني تجمع المعتصمون أمام مبنى وزارة الإعلام في الصنائع، بينما نزل آخرون في العديد من المناطق اللبنانية. ما يجري في مشروع سلسلة الرتب والرواتب هو انقلاب فعلي على وظيفة الدولة اللبنانية كدولة للرعاية الاجتماعية من خلال إلغاء نظام الوظيفة العامة في لبنان. لازم الناس تعرف أنه هولي حرامية دجالين، هولي حاطين 4 ملايين سنة 2054، وعليكم خير إذا بقينا طيبين. بكرة مش بس يوم غضب، بكرة يوم الامتحان لهالسلطة السياسية. إذا بدها تكون سلطة سياسية تحكم بالعدل، وإلا بتكون مجموعة حرامية. واعتبر غريب أن ما يحصل أكبر من سلسلة رتب ورواتب. من هنا كانت الدعوة لجميع المعنيين بالسلسلة، متعاقدين وأساتذة وإداريين ومتقاعدين، والأهم الأهل وتلاميذ الشهادات، إلى التجمع يوم غد أمام جمعية المصارف عند الساعة 11 للتأكيد على أمر واحد: عدم تراجع الهيئة عن مطالبها وعلى رأسها نسبة 121% في مواجهة أي محاولة لتفتيتها وتأليب فئاتها على بعضها البعض. واعتصام لموظفي قصر العدل في بعبدة. قام موظفو قصر العدل في بعبدة مطالبين بإنصافهم ضمن سلسلة الرتب والرواتب وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة. نحن عم نطالب بإلغاء المادة 24 اللي بتنص على حسم الغرامات، اللي هي صندوق حق مكتسب لإلنا وقانوني، وبالسلسلة عم بيتعرضون لإلنا بشكل عام،
وعندنا اساس الرواتب اللي هي 121% اللي عم نطالب فيها كمان، واللي هي هيئه التنسيق النقابيه بالتنسيق معها كمان نحن معهم مع الاضراب بكره كمان. ولكن اليوم مشان هالماده 24 هيدي والغائها لانها هي بمثابه اعلان حرب اجتماعيه علينا، وسنواجه ذلك بكل الوسائل المشروعه وعلى رأسها الإضراب المفتوح في حال تم التعرض لهالمادة هاي اللي هي حق لنا. وجاء الاعتصام بالتزامن مع اعتصامات مماثلة أمام قصور العدل في مختلف المناطق اللبنانية. طلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان في قرار اتهامي عقوبة الإعدام للموقوفين اللبنانيين قوسي موسى وحسين بري لانتمائهما إلى تنظيم داعش بهدف القيام بأعمال إرهابية وقتل ومحاولة قتل عسكريين أثناء قيامهم بالوظيفة في وادي خالد وحيازة أسلحة. وأصدر مذكرة إلقاء قبض في حقهما وأحالهما أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. جدد الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة دعوته واشنطن من أجل تزويد مقاتلي الجيش السوري الحر بأسلحة مضادة للطائرات. أتى ذلك خلال لقاء جمع رئيس الائتلاف أحمد الجربة مع مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس أثناء زيارة وفد الائتلاف لواشنطن. ولم يستبعد المسؤولون عن الزيارة إمكانية اجتماع الرئيس باراك أوباما بالجربة، وذلك في أول زيارة يقوم بها وفد من الائتلاف إلى واشنطن. يذكر أن الجربة يصل إلى لندن الخميس للمشاركة في الجولة المقبلة من لندن 11، وهو الاسم الذي يطلق على مجموعة أصدقاء الشعب السوري. السفير الأردني يعود من ليبيا محررا. كتب لقصة اختطاف السفير الأردني فواز العيطان نهاية سعيدة، فقد وصل العيطان المخطوف في ليبيا منذ نيسان الماضي إلى مطار ماركا في عمان، حيث كان في استقباله نائب الملك الأمير فيصل بن الحسين. وأكدت الخارجية الأردنية أن العيطان بصحة جيدة وعاد على متن طائرة أردنية وسط حضور عائلته والعديد من المسؤولين الأردنيين. وخرج العيطان بموجب صفقة قضت بتسليم بلاده طرابلس الأسبوع الماضي الجهادي الليبي محمد الدرسي المسجون منذ أكثر من 7 سنوات، على أن يمضي باقي محكوميته في السجون الليبية بحسب ما قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني خالد الكلالدة. يذكر أن العيطان اختطف في وسط طرابلس وجرح سائقه بإطلاق نار على أيدي مسلحين ملثمين في ثاني هجوم يتعرض له دبلوماسيون وأجانب في البلاد من دون أن تتبنى أي جهة عملية الخطف. في النشرة الجديد تواجه المحكمة الدولية في لاهاي. Your Honor, الجديد is not guilty. كرم خياط. جئت إلى المحكمة كي لا أكون ممراً لسلب حرية الصحافة تحت شعار العدالة. وإبراهيم الأمين عن عدم مثوله. أنا طلبت من المحكمة سلسلة إجراءات، إذا ما سويتها ما رحم. لقاء تضامني في نقابة الصحافة تزامناً مع انعقاد الجلسة. والمحاكم الآن لتلفزيون جديد محاكم سياسي. ولليوم الثاني هيئة التنسيق تعتصم تحضيراً لأربعاء الغضب. اللي عم يحصل بالسلسلة إذن انقلاب على الوظيفة العامة بلبنان. انتهت النشرة، لكن النقل المباشر مستمر، فابقوا معنا.